السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع آية وحكاية. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كل سنة وانتم طيبين، رمضان خلص والأيام الحلوة دايما بتجري بسرعة. أنا فاكر كأننا كنا مبارح، والله كأننا كنا مبارح وإحنا بنتكلم وبنقول كل سنة وانتم طيبين وكل عام وانتم إلى الله أقرب وكل عام وأنتم وأنتم، وعمالين بنتكلم وبنهني في أول يوم من أيام رمضان. سبحان الملك، سبحان من له الدوام. يعني فعلا الأيام عمالة بتجري. وصدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لما قال إن يأتي زمان على الناس تكون فيه السنة كالشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم واليوم كالساعة. فعلا الأيام عمالة بتجري بسرعة بطريقة غريبة جدا. والنهاردة يوم 28 رمضان، ليلة 29 رمضان، يدوب صلينا التراويح وجايين نذكر بعض بالله سبحانه وتعالى وراجعين نصلي التهجد وخلاص. يا عالم، لعل وعسى بكره يبقى 29 رمضان ويبقى خلاص هو ده اخر يوم، ويمكن يكون في 30 رمضان. يعني الايام فعلا عماله بتجري بسرعه. الناس كانت بعتها بتسال كتير جدا، بيقولوا هي ليله القدر كانت ليله ايه؟ ليله 23 ولا 25 ولا 27 ولا ممكن تكون ليله 29؟ عايز اقول لك ليله القدر الحقيقيه بجد، وصدقني وصدقيني، ليله القدر الحقيقيه يوم ما ربنا يرضى عنا، يوم ما ربنا يكرمنا ويرضى عنا ويتوب علينا ويكتبنا من عتقائه من النيران. هي دي ليله القدر الحقيقيه بجد. شوف سيدنا كعب بن مالك والحديث في البخاري ومسلم، لما تخلف عن غزوه تبوك ورآه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه تبسم تبسم المغضب وأمر الصحابة أن هم يقطعوه لمدة 50 ليلة 50 يوم، تخيلوا حضراتكم. فلما نزلت توبة الله عز وجل عليه وعلى صاحبيه وعلى الثلاثة الذين خلفوا، في آخر الآية قال ثم تاب عليهم ليتوبوا. النبي قال له كلمة حلوة أوي، أنا حقيقة لما عدت تعايش معها لقيت فعلا هي دي ليلة القدر. قال له إيه؟ قال يا كعب بن مالك، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. مع أنه منذ ولدته أمه مر عليه فترات طويلة جدا، ثم أسلم كعب بن مالك ومرت عليه ليالي قدر كتيرة جدا، لكن النبي قال له هو ده أفضل يوم مر عليك في حياتك، يوم ما ربنا تاب عليك، يوم ما ربنا يكرمك، يوم ما ربنا يرضى عنك. فاللهم ارضى عنا يا رب وغنمنا ليلة القدر، لأنه لو رضي عنا هيغنمنا ليلة القدر، ولو رضى عنا هيعتق رقبنا من النار، ولو رضى عنا هينجينا من النار، ولو رضى عنا هيخفف حسابنا، ولو رضى عنا هيدخلنا الجنة بغير حساب، ولو رضى عنا هيدخلنا الجنة، ولو رضى عنا هيخلينا في صحبة النبي، ولو رضى عنا هيخلينا نتمتع بلذة النظر إلى وجهه في الجنة سبحانه وتعالى. عشان كده بقول اشغل نفسك بالله. يوم عرفة أفضل دعاء يوم عرفة، تخيل إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ده مش دعاء، ده اعتراف بالوحدانية والثناء على الله سبحانه وتعالى. قال لك ما هو المولى عز وجل حينما ينشغل الإنسان بذكره والثناء عليه يعطيه أكثر مما يعطي من يدعو ويبتهل إليه. سبحان الملك، سبحان الملك، مع أن المولى عز وجل يحب من يدعو، يعني ادعوني أستجب لكم، لكن الإنسان الذي ينشغل بذكر الله سبحانه وتعالى والذي ينشغل بكلام الله سبحانه وتعالى، المولى عز وجل يعطيه أكثر من شغله القرآن عن مسألة أعطيته وأفضل مما أعطي السائلين، كما قال المولى عز وجل في الحديث القدسي. الليلة دي مش هتكلم عن سبب نزول معين، لكن هتكلم عن بعض الآيات اللي بتعلمنا حاجة جميلة قوي وخلق سامحوني قد يكون يعني نادرا في هذا الزمان، اللي هو خلق كيفية التعامل مع الوالدين حينما ندعو الوالدين. الأب ممكن ما يكونش مسلم، والأم كذلك، أو ممكن يكونوا مسلمين بس على معصية، ما هماش ملتزمين.
كيف ندعو الأب وكيف ندعو الأم؟ وقع في الشراك ده كتير جدا من شبابنا اللي الحمد لله ربنا أنعم عليه بنعمة الالتزام، بس ما كانش واخد باله من أسلوب الدعوة، فكان فاكر ان من الولاء والبراء ان هو يتبرأ من امه وابوه، ان هو يتعامل معهم معامله جافه جدا ان هم على معصيه، وانه ينقل لهم صوره بذيئه جدا جدا تخلي الناس تكره الدين. الكلام ده كله ملوش علاقه بالاسلام ولا له علاقه بالالتزام بالمره. تعال نشوف سيدنا ابراهيم عليه السلام والمولى عز وجل لما بيقصص علينا القصص ده في القرآن، وتلت القرآن قصص، خدوا بالكم تلت القرآن قصص، عشان ناخد عظة وعبرة من هذا القصص ونطبقه على أرض الواقع. شوف سيدنا إبراهيم عليه السلام، أبوه آزر كان بيصنع الأصنام وكان بيعبد الأصنام مع الكفار، خدوا بالكم يعني مش فقط كان بيعبد الأصنام وبس، لا ده بيصنعها كمان وهم بيشتروها منه وبيقف معهم يعبد الأصنام، يعني بيعبد الأصنام وبيعين الناس على عبادة الأصنام. يعني رجل كافر من كل نواحي، واخد بالك، كافر وبيعين على الكفر، ورغم ذلك سيدنا إبراهيم لما دعاه شوف ربنا بيقول إيه، بيقول واذكر في الكتاب، اذكر لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. سيدنا إبراهيم من أولي العزم الخمسة اللي هم صفوة خلق الله، اللي هو إن ربنا سبحانه وتعالى اختار خلق البشر ثم اصطفى من البشر الأنبياء، خد بالك شوف الاصطفاء ماشي إزاي، ثم اصطفى من الأنبياء المرسلين، لأن الرسول أفضل من النبي، خد بالك، ثم اصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، ثم اصطفى من الخمسة الخليلين إبراهيم ومحمدا عليهم الصلاة والسلام، ثم اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم على كل الأمم وعلى كل الأنبياء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. يا سلام، شوف تواضع النبي عليه السلام. سيدنا إبراهيم ربنا بيقول عنه إيه، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. شوف بقى، خد بالك، إذ قال لأبيه يا أبتي، يا سلام على قمة الأدب، يا سلام. الإمام القرطبي بيقول في تفسيره إيه، بيقول كلمة يا أبتي دي أرق وأعلى وأفضل وأجمل وأحسن وأجمل مراتب الأدب مع الأبوين أو مع الوالد، يا أبتي، مش عم الحاج، مش يا فلان، مش انت، واخد بالك. في شباب بيتعاملوا مع ابائهم بطريقه، والله بعض الاباء بيشتكوا لي مر الشكوى، يقول لي تخيل يا ابني، ابا جاي من بره شقيان وشايف المر، وداخل الاقي اولادي قاعدين، اللي قاعد على اللابتوب واللي قاعد على التلفزيون واللي قاعد عم مشغول بالموبايل، ادخل رجلهم في وشي، سلام عليكم، اهلا وسهلا، حتى مفيش ادب، مفيش، لو عايز اتكلم مع ابني مش فضيلك. وبعضهم بيتعامل مع الاب والام بطريقه ابشع مما تتخيل، الام تقول له عايزك في كلمه، يقول لها اشتري دماغك. والله العظيم الكلام ده بيحصل يا جماعه، وحاجات، والنهارده والله العظيم سبحانك يا ربي، أشد زمن شفت فيه عقوق للوالدين هو الزمن اللي احنا عايشين فيه ده. أكتر زمن جاتني فيه رسائل من آباء وأمهات بيبكوا الدماء بدل الدموع هو الزمن اللي احنا فيه ده. آباء بيقول أنا طول الليل والنهار أنا بشتغل شغلانة واثنين وثلاثة علشان أجيب لهم اللي هم عايزينه، مانيش طالب منهم حاجة بس غير معاملة طيبة، أسلوب طيب، حتى يكلموني كويس، يبتسموا في وشي، يعني يعترفوا حتى بفضل، ما فيش خالص. سبحان الملك، لدرجة واحد بيقول لي، رجل غني بيقول لي حاجة غريبة قوي، بيقول لي تخيل بنتي الوحيدة لما أقول لها يا بنتي نفسي أشوفك، بنته متجوزة فبيقول لها نفسي أشوفك، تقول له والله العظيم يا جماعة باللفظ كده، تقول له أبجني تجدني، لو في فلوس هتديهاني هتلاقيني قدامك، فيش فلوس ما تلزمنيش. معقولة ممكن دي تكون معاملة بين أب وبنته، او ممكن تكون عامله معامله بين اب تخيل ان ابي يعني سبحان الملك يعني قريبه بيحكي لي، بيقول لي راجل كان ربنا اكرمه وطلع من شركه كبيره جدا، ربنا اكرمه بمبلغ كبير جدا، جاب له ابنه ده شقه وابنه الثاني شقه وعربيه وعمل وداهم مبلغ عشان يبداوا حياتهم، وبعدين زوجته ماتت فابتدى يروح لابنه ده شويه، راجل الوحيد في الدنيا، الاثنين يجمعوا على انهم يطردوه ويرموه في الشارع. راجل جاله جلطه مش مصدق، معقول دول ولادي؟ دول اللي انا عملت فيهم كل ده؟ شوف ربنا بيقول لنا دعوة الأب لو كان كافر مش مسلم، كافر ما يعرفش ربنا. شوف سيدنا ابراهيم بيقول له ايه؟ بيقول له يا أبتي،
لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ ليه بتعبد الأصنام ديت؟ شوف بقى، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. ما بيقولوش ده أنت جاهل، ده أنت ما تعرفش حاجة خالص، أنت هتفهم إيه في الدنيا دي؟ ده أنا اللي متعلم، وأنا اللي معايا البكالوريوس ومعايا الماجستير ومعايا الدكتوراه، ده أنا العالم الجليل، ده أنا ده أنا. ما يقولوش كده، مفيش حد محترم يقول لأبوه الكلام ده أبدا. بيقول له إني، شوف اللفظ الحلو، بيقول له يعني إيه، عارف إيه؟ عايز أقول لوالدي، عايز أقول لوالدي معلش يا والدي والله ربنا يبارك في حضرتك، أنا بس عندي معلومة في الحتة ديت، ممكن تكون حضرتك ما قريتهاش، طبعا أعلم مني في كل حاجة، بس ممكن تكون الحتة ديت حضرتك ما قريتهاش. شوف الأسلوب المهذب، سيدنا إبراهيم عمل كده مع رجل كافر. خد بالك، بيقول له يا أبتي إني قد جاءني من العلم، من العلم، ما قالوش جاءني كل العلم، أنا بقى ما فيش حد في الدنيا قد بقى في العلم. قال له إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان. هو أبو سيدنا إبراهيم كان بيعبد الشيطان؟ لا طبعا. أمال كان بيعبد إيه؟ كان بيعبد الأصنام. أمال ليه ربنا قال على لسان سيدنا إبراهيم يا أبتي لا تعبد الشيطان؟ قال لك لأن الذي أمره بعبادة الأصنام فهو الشيطان، فإن كان الشيطان هو الذي أمره بعبادة الأصنام فعبادته للأصنام تعتبر عبادة للشيطان. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف. وشوف بقى قمة الرئة، قمة انتقاء الألفاظ المهذبة المحترمة جدا. ما قالوش أنا خايف عليك بقى لو فضلت على اللي أنت فيه ده إن شاء الله نار جهنم، إن شاء الله جهنم وبئس المصير. ما قالوش كده، قال له يا أبتي إني أخاف إيه؟ شوف اللفظ، أن يمسك، يمسك عذاب من الرحمن. وشوف ما قالوش عذاب من الجبار، عذاب من القهار، عذاب من المنتقم. شوف ألفاظ، شوف الألفاظ. الله، عشان كده أهل الجنة يا رب يجمعنا وإياكم في الجنة، ربنا قال عنهم حاجة عجيبة جدا، بيقول إيه؟ وهدوا إلى الطيب من القول. وهدوا، ربنا هداهم إلى الطيب من القول. في ناس في الدنيا بترزع وبتخبط حجارة، ما فيش حد في الجنة هيعمل كده، الناس كلها كلامها بقى ما شاء الله، عارف حضرتك لؤلؤ منضود، يعني حاجات كده إيه، كلمات كلها عاملة زي اللؤلؤ طالعة من فم الإنسان. هو ده وهدوا إلى الطيب من القول. فقول له يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. عمرك شفت حد في الدنيا بيدعو بالأدب والرقة دي؟ مفيش، مش ممكن. ورغم ذلك شوف أبوه بقى، أبوه كان عامل كان صعب جدا. قال أراغب، شوف تحس سبحان الله، تحس بالقوة وتحس بالغلظة في الكلمات. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك. أرجمنك لفظ واضح، هضربك بالحجارة لحد ما تموت، لئن لم تنتهي، لو ما بطلتش تقول الكلام ده لأرجمنك واهجرني مليا، أنا مش عايز أشوف وشك بعد النهاردة. بالله عليك لو مكان سيدنا إبراهيم هتعمل إيه؟ أنت عمال تقول له يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، في الآخر يقول لك أنا هضربك بالحجارة لحد ما موتك ومش عايز أشوف خلقتك بعد النهاردة. هتقول له طب يعني أنا من الصبح عمال بكلمك بالذوق وبقول لك كلام حلو ومش عارف إيه، وكل ده مش عاجبك كمان، إن شاء الله مش، وتقول إيه؟ رازع كلمتين حلوين كده من اللي قلبك ما يحبهمش. لكن سيدنا إبراهيم ما عملش كده، قال له ايه؟ شوف بعد الغلظه دي كلها، لأرجمنك واهجرني مليا، بص رتم الاداء عامل ازاي. قال سلام عليك. الله، الله على كلمه سلام عليك. سلام عليك، ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا، واعتذركم وما تدعون من دون الله، وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا، الى اخر الايات. حاجة في الأدب مش ممكن، ده بقول لك لو كانوا كفار لازم تتعامل معهم بأدب. ربنا بيقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. الأب والأم كفار وانت مسلم، الأب والأم عصاة وانت ملتزم. بقول لك حتى لو كانوا كفار مش عصاة، في أمور الدنيا خدك ده مداس ليهم، عاملهم أحسن معاملة، أكلهم، شربهم، اسقيهم، قضي حوائجهم، عاملهم أحسن معاملة، بوس إيديهم، طبطب عليهم، لكن ما تسمعش كلامهم في حاجة فيها معصية لله سبحانه وتعالى. فيما سوى ذلك في أمور الدنيا، الأم بتقول لك أنا عايزك تسافر دلوقتي حالا إسكندرية تجيب لي مش عارف إيه، حاجة مش موجودة غير في إسكندرية، على عيني يا ست الكل، خدامك. شوف قد إيه؟ أنا عايزاك النهاردة تبطل صلاة، لا مش خدامك يا أمي، لأن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. تعالوا نكمل مع بعض إزاي الإنسان يتأدب مع الأم والأب في أسلوب الدعوة، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك.
يعرف المعنى وتدينا الحكاية، يعرف المعنى وتدينا الحكاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل. كلمة سيدنا إبراهيم لأبيه لما قال له سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية، خدوا بالكم لا تتعارض هذه الكلمة مع قول المولى عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم، خد بالك من حاجة، الكلام ده كان عن سيدنا النبي عليه السلام وعن عمه أبي طالب لما النبي كان عايز يستغفر له، فربنا نزل هذه الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. لو كان أبوك أو أمك أو أي حد ما دام مات على الكفر ما ينفعش تستغفر له. قال ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم، لأن ما دام هو لسه عايش يبقى في أمل إنه يتوب، في أمل إنه يرجع لربنا سبحانه وتعالى. من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. طب يا ربي كأن النبي صلى الله عليه وسلم أو كأن المؤمنين بيقولوا يا ربي طب ما سيدنا إبراهيم استغفر لأبي. قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه لما قال له سأستغفر لك ربي. خدوا بالكم من تكملة الآية، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. الله، يبقى إذن سيدنا إبراهيم المعنى ده يحتمل معنيين، إما أن سيدنا إبراهيم وعدوا أن يستغفر له لو انه راجع نفسه وامن بالله سبحانه وتعالى، فلما لم يؤمن لم يستغفر له، واما انه استغفر له فتره يسيره جدا فلما راه مصرا على الكفر تبرأ منه كما ورد في الايه ان ابراهيم لأواه حليم. شوف لما المولى عز وجل انزل انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، كان أبو طالب اللي هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث في البخاري ومسلم كلكم تعلموا أن النبي فضل يتابعه الدعوة لحد آخر لحظة في حياته. كان حوالينه اثنين من الأصدقاء السوء أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي، فالاثنين يقولوا له أترغب عن ملة الآباء والأجداد يا أبو طالب، فيقولوا لا هو على ملة عبد المطلب. لحد ما جه في الرمق الأخير قال له والله يا ابن أخي، بيقول للنبي عليه السلام لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك ومات كافرا. فجاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله لقد نفعك عمك أبو طالب كثيرا ودفع عنك أذى المشركين، فبما نفعت شفاعتك؟ قال سألت ربي أن ينقله من النار إلى ضحضاح من النار فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أبد الآبدين. يبقى إذن نخرج من الآيات اللي سمعناها كيف إن الإنسان يتأدب في الدعوة مع الأم والأب لو كانوا كفار، لو كانوا عصاة، الرفق واللين. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. شوف ربنا لما بيقول عن الوالدين، شوف بيقول لك واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وكن رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ده لو كانوا مؤمنين ان احنا نقول وكن رب ارحمهما. طب لو كانوا كفار ندعي لهم بالهداية، طول ما عايشين ندعي لهم بالهداية وندعوهم بالاسلوب الحسن الجميل. واحنا في امريكا كان في شاب يهودي، قلت لكم الحكايه دي قبل كده، اسلم. فلما جه المركز الاسلامي فاحد المشايخ ساله انت كانت ديانتك ايه؟ قال له كنت يهودي. قال له طب والاسره؟ قال له والدي ووالدتي يهود ومتعصبين جدا جدا. قال له طب ما جابهم لنا على وعسى ربنا يشرح صدرهم يعني. قال له والدي مسافر ووالدتي هي اللي موجوده. قال له هتنى. جت ثاني يوم المراه اليهوديه لابسه شرب طويل قوي ولبسه فضفاض. فالشيخ بيسالها بيقول لها بيقول له بيسال ويقول له هي اسلمت؟ قال له لا ما اسلمتش. قال له ما جايه كده ليه؟ قال له هي بتقول انا استحي ان انا اقف بين ايدين شيخ مسلم وانا راسي عريانه. قلت سبحان الملك. فهذه المراه سالها الشيخ فبيقول لها انت زعلانه ان ابنك اسلم وهي امراه يهوديه ومتعصبه جدا؟ قالت له بالعكس انا اسعد انسانه في الدنيا كلها ان ابني اسلم.
قال لها ليه؟ قالت له ابني دوت قبل ما يسلم ده ابني الوحيد كان بيضربني ويشتمني وياخد فلوسي وعمره ما صرف عليا ولا قضى لي حوالي اي حاجه ولا راح لمشوار يخلصه لي ولا اي حاجه خالص، وكان بالنسبه لنا كان عذاب، عذاب الدنيا كلها في هذا الابن. قالت ففجاه لقيته جاي من بره دموعه على خده ودخل يبوس راسي وايديا ويقول لها تحت امرك يا امي، انا من النهارده خدام تحت رجليك، اللي انت تامري بيه هشتغل واصرف عليك انت ووالدي وتحت امرك في اللي انت عايزاه واقضي كل مشاويرك وانا خدامك من هنا. قالت له ايه اللي حصل؟ قال لها اسلمت. قالت له خليك على الدين الجميل ده، هو ده الدين اللي انا عايزك تبقى عليه. ان المسلم بينقل صوره حلوه لأسرته، أو الإنسان لما بيلتزم بينقل الأحاسيس الجميلة اللي عاشها في ظل هذا الدين لأبوه وأمه عشان يلتزموا ويحبوا الدين. الواحد بيحزن من قلب والله العظيم على الشكاوى اللي بتحصل من أباء وأمهات. أنا عمري تقريبا يعني قل 1% 2% 5% لما قابل أم وتقول لي الحمد لله ربنا رزقني بأولاد، ربنا يكرمهم ويبارك فيهم، بيبروني ويكرموني. انما دايما كل لما اكون ماشي في اي مكان الاقي واحده تقول لي ادعي لي، ادعي لي ولادي مبهدلني، ادعي لي ربنا يهديهم لي. اقول لها حاضر هدعي لك، وانت ادعي لهم، ما هو دعائك مستجاب، دعاء الوالد والدين مستجاب بفضل الله سبحانه وتعالى. عايز اقول للشباب والبنات، وعايز اقول لاخواني واولادي حاجه عجيبه جدا هتستغربوا لها. لما كانت ام عائشه الله يرحمها انا كنت دائما والله العظيم كنت دائما ابوس ايديها ورجليها، وكنت اتحين كده هي طول ما قاعده ما كانتش ترضى ان انا ابص رجليها، لكن كنت اتحين لما الاقيها تنام اروح ماسك رجليها بايسها. كانت احيانا تقوم تقول لي ليه يا ابني ما تركبناش الذنوب، اقول لها يا امي ربنا يبارك فيكي، ده النبي عليه الصلاه والسلام بيقول الزم رجليها فثم الجنه. فبعد ما ماتت انا اتحرمت من بوس ايديها ورجليها. فتخيلوا انا عامل ايه؟ حاجه يمكن زوجتي نفسها واولادي ما يعرفوش حاجه عن الموضوع ده خالص. انا محتفظ بالحذاء اللي هي كانت بتلبسه. فمن آن لآخر أطلع الحذاء دوت وأبوسه وأحطه تاني في مكانه. إحساسي بإني بوسي لحذاء أمي كأني ببوس رجل أمي. دي متعة كبيرة أوي للي يشعر بالقيمة ديت. ده مش ذل، على فكرة ده مش ذل، لأن في بعض الشباب لما كنت أقول له قبل إيد أمك يقول لي لا أنا بتكسف، أنا ما زلش نفسي للدرجة دي، أوطى بوس إيدها ليه؟ هو إحنا عبيد؟ لا أنت مش عبيد. انتوا ناس مسلمين مهذبين ومحترمين وبتقدروا يعني ايه ام ويعني ايه اب. اكتر حاجه بتشرخ قلب الام والاب، الام والاب دول تعبوا كتير قوي قوي، خصوصا الام بالذات. الام بتتعب تعب انتوا لا تتخيلوه. الام في صغر الاولاد شبه ما بتشوفش النوم، ما بتنامش ابدا تقريبا، ولو نامت كده يعني حاجات كده لحظات بتختطفها كده ولازم تقوم، خصوصا لو عندها اولاد كتير ورا بعض. يعني طفل بيرضع، طفل تاني عنده سنه ونص ولا سنه، طفل تالت عنده سنتين، دي ما بتنامش خالص. ده بيصحيها وبعدين ده صحي وده مش عارف ايه، يعني عاملين عليها ورديات شنجي وكنجي وبرنج زي ما بيقولوا بتاعت الجيش يعني، واخد بال حضرتك. فالام دي بتتعب كتير قوي، ولذلك ربنا قال ايه؟ رب ارحمهما كما ربياني، مش كبيره، لا صغيره. تربيتك وانت صغير حاجة صعبة قوي. سيدنا عمر بن الخطاب واحد بيقول له يا أمير المؤمنين لقد بلغ بري بأمي أنها لا تقضي حاجتها إلا وهي على ظهري. يعني لما تستقضي حاجتها، كان زمان ما فيش حمامات في البيوت، فكان ياخدها على ظهره يشيلها مسافة بعيدة جدا، كيلو 2 كيلو في الصحراء، ويسيبها في مكان تقضي حاجتها، وبعد ما تقضي تروح منادياه يروح ورايح شايلها تاني ومرجعها. تخيل ممكن يشيلها في اليوم ممكن كم مرة؟ 3 مرات على الأقل، ولو عندها تعب وبطنها ماشية ولا حاجة ممكن 5 6 مرات. تخيل بقى بيشيل أمه بالمنظر ده. فقال له هل جازيتها؟ قال لا. قال لماذا؟ قال لأنها كانت تفعل بك ذلك وأنت صغير وهي ترجو حياتك، وأنت تفعل بها هكذا وأنت ترجو موتها. بتقول إمتى نستريح؟ هي كده سبحان الملك. الأب والأم يستحملوا أبائهم وأولادهم العمر كله، لكن الابن ممكن ما يستحملش أبوه أسبوع واحد. أذكر قصة عجيبة جدا كانت أغرب ما يعني ما قرأت في حياتي. أب كان غني جدا وكان عنده 3 شباب أولاده، فجاب لكل واحد شقة وعربية وشركة ومشروع وظبط لهم حياتهم، وهو معاه فلوس برضه، معاه فلوس كتيرة جدا كمان أكتر من اللي اداهولهم 10 مرات. فبعدين زوجته ماتت،
فبدأ يروح لأولاده، مش قادر يعيش لوحده، يروح عند ابنه ده يومين وده يومين وده يومين. زوجات الأولاد تضجروا، مع إن هي ممكن تاخد أجر كبير قوي في إن درجة الكبير لما تكرمه، يمكن هي لما تكبر تتحوج إنها تقعد عند أولادها فمحدش يذلها. فزوجات الشباب دولت قالت يحنا يا هو لازم يطرد، فطردوه من البيت. بس طردوه ازاي؟ طردوه بطريقه غريبه جدا. الاولاد اتفقوا وحطوا له مخدر في الشاي، شرب الشاي نام، شالوه وحطوه في عربيه ودوه دار مسنين. ايه ماله عامل كده ليه؟ قالوا لا ده واخد بس دواء، والدواء ده بيخليه ينام شويه، فربنا يبارك فيكم، وادي مبلغ كذا وخلوه في الدار هنا وكده، واي حاجه احنا تحت امركم، الفلوس انتوا عايزينها وكذا وهكذا. فمكلمين واحد من الموظفين قالوا له بالله عليك لو الوالد مات بلغنا بأي تلفون من التلفونات التلاتة دولت، وليك مكافأة لا تتخيلها، 10,000 20,000 اللي انت عايزه، بس بلغنا انه مات. الراجل عيني بعد ما فاق من المخدر بص لقى نفسه في دار مسنين، فبيقول انا فين؟ قال له في دار مسنين. قال دار مسنين وايه اللي جايبني هنا؟ فقالوا ما نعرفش، دول تلات شباب ومواصفاتهم كذا كذا كذا. فقال دول اولادي. بكى بكاء لا يخطر على قلب بشر. رجل بكى وبقى يقول انا اللي عملت فيهم ده كله، وانا اللي اكرمتهم، ودول اللي انا ربيتهم، ودول ودول. الراجل حصل له حسره في قلبه، فما كان منه الا انه طلب للمدير العام وقال له لو سمحت تجيب لي محامي ضروري جدا، علشان عايز اتنازل عن كل ثرواتي، ملايين ممليانه هتنازل عنها لدار المسنين. وكتب وخلص وعمل كل حاجه في الشغل العقاري، وتنازل عن كل ممتلكاته لدار المسنين. الراجل ده ما قعدش غير 48 ساعه ومات. فلما مات الموظف طلب ابنه من اولاده قال له تعالى والدك مات، فرح وفرحان جدا ورايح هناك وراح يديله فلوس. قال له متشكر انا مش عايز حاجه، والدك كتب كل ميراثه كل فلوسه لدار المسنين. ازاي ومش ازاي واتجننوا وكانوا خلاص ومش عارف ايه، وهو اتجنن ولا ما اتجننش؟ وقعدوا قال له خلاص الاوراق كلها اتعملت وادي الاثباتات وحضرتك الفلوس كلها اتكتبت لدار المسنين. خد والدك عشان تدفنوه. قالوا انتوا ارموه في اي حته. مرضوش حتى ياخد ابوهم، مرضوش ياخدوا ابوهم عشان يدفنوه. انا عايز اقول يا ويله ويا ويله ويا ويله الف مره اللي هيعقوا ام وابوه، ويا سعد وهنا اللي هيكرم ام وابوه. وهي دي ليله القدر، ان امك ترفع ايديها وتقول ربنا يكرمك يا ابني. انا كانت ليله القدر بالنسبه لي يوم ما امي كانت بتصلي كل يوم قيام الليل وترفع ايدها كده ساعه كامله، والله ما انسى ساعة كاملة تدعي لي وتكرر الدعاء ليا. ربنا يا ابني حبب فيك خلقه واجعلها في ايدك فكة يكفيك شر حاكم ظالم. وربنا كرمني بالثلاث دعوات، بحب المسلمين والمسلمين بيحبوني الحمد لله، وربنا ما حوجنيش لإنسان في عمري، مع إن الحمد لله عمري ما تعرضت لأي حد الحمد لله، لا بالسؤال ولا بأي حاجة الحمد لله رب العالمين. وربنا كفانا شر كل ظالم، مع اني اتبهدلنا و لكن في النهايه الحمد لله ربنا ما مكنش منا ظالم وكملنا في دعوتنا الحمد لله. دي اخر حلقه لنا الحقيقه في رمضان، لان بكره اجازه، ويوم السبت لو التقينا، لو ما كانش السبت عيد فهنلتقي في حلقه عن العيد ان شاء الله، لكن دي كانت اخر حلقه من ايه وحكايه. ربنا يا رب يجمعنا على الخير دايما، وربنا يفرج هم كل المسلمين في مصر وخارج مصر، وربنا يا رب يأمننا في أوطاننا ويبارك يا رب في بلدنا الجميلة، وربنا ينجي ويحقن دماء إخواننا وأحبابنا وأهلنا اللي قلوبنا بتتوجع عشانهم كل يوم، أهلنا في سوريا يا رب اجعلها ليلة بركة عليهم يا رب، ونجيهم يا رب ويحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم وانصرهم على المجرم اللي اسمه بشار وأعوانه يا رب العالمين. وكل سنة وانتم طيبين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عيدوا على أبائكم وأمهاتكم وبوسوا إيديهم ورجليهم وربنا يكرمكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما نقرأ في الكتاب المستبين